بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 183. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم في موضوع الجنايات، وكنا في الحلقة السابقة قد انتهينا إلى بيان أحكام القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجروح، فليكن ذلك موضوع حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله. فالقصاص في الأطراف والجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. وفي الصحيحين في قصة كسر ثنية الربيع قال صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فمن أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح إذا توفرت شروط القصاص السابقة، وهي العصمة والتكليف والمكافأة وعدم الولادة، وذلك بأن يكون المجني عليه معصوما والجاني مكلفا، ويكون المجني عليه مكافئا للجاني في الحرية والرق، ويكون الجاني غير والد للمجني عليه. فمن لا يقاد بأحد في النفس لتخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يقاد به في الطرف والجروح. هذه هي القاعدة في هذا الباب. وموجب القصاص في الأطراف والجروح هو موجب القصاص في النفس، وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ ولا في شبه العمد. ويجري القصاص في الأطراف، فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن واليد باليد والرجل بالرجل، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويكسر سن الجاني بسن المجني عليه المماثلة لها، ويؤخذ الجفن بالجفن، الأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل، وتؤخذ الشفة بالشفة، العليا بالعليا والسفلى بالسفلى، لقوله تعالى: والجروح قصاص، ولأن كلا من الجفن والشفة له حد ينتهي إليه. وتؤخذ الإصبع بالإصبع التي تماثلها في موضعها وفي اسمها، وتؤخذ الكف بالكف المماثلة، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، ويؤخذ المرفق بمثله، الأيمن بالأيمن والأيسر بالأيسر للمماثلة فيهما، ويؤخذ الذكر بالذكر لأن له حد ينتهي إليه، ويمكن القصاص فيه من غير حيف لعموم قوله تعالى: والجروح قصاص. ويشترط للقصاص في الطرف ثلاثة شروط: الأول الأمن من الحيف، وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه، فإن لم يكن كذلك لم يجز القصاص، فلا قصاص في جراحة لا تنتهي إلى حد كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف لأنها ليس لها حد تنتهي إليه، ولا قصاص في كسر عظم غير سن ككسر الساق والفخذ والذراع لعدم إمكان المماثلة. أما كسر السن فيجري فيه القصاص بأن يبرد سن الجاني حتى يؤخذ منه قدر ما كسر من سن المجني عليه. الشرط الثاني من شروط القصاص في الطرف التماثل بين الجاني والمجني عليه في الاسم والموضع، فلا يؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين من الأيدي والأرجل والأعين والآذان ونحوها، لأن كل واحد منها يختص باسم وله منفعة خاصة فلا تماثل. ولا تؤخذ خنصر ببنصر من الأصابع للاختلاف في الاسم، ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. الشرط الثالث استواء العضوين من الجاني والمجني عليه في الصحة والكمال، فلا تؤخذ يد أو رجل صحيحة بيد أو رجل شلا، ولا تؤخذ يد أو رجل كاملة الأصابع أو الأظفار بناقصتهما، ولا تؤخذ عين صحيحة بعين قائمة وهي التي بياضها وسوادها صافيان غير أنها لا تبصر لعدم التساوي، ولا يؤخذ
لسان ناطق بلسان أخرس لنقصه، ويؤخذ العضو الناقص بالعضو الكامل، فتؤخذ الشلاء بالصحيحة وناقصة الأصابع بكاملة الأصابع، لأن المعيب من ذلك كالصحيح في الخلقة، وإنما نقص في الصفة، ولأن المقتص يأخذ بعض حقه فلا حيف، وإن شاء أخذ الدية بدل القصاص. وأما القصاص في الجروح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم بإمكان الاستيفاء فيه بلا حيف ولا زيادة، وذلك كالشجة الموضحة في الرأس والوجه، وكجرح العضد والساق والفخذ والقدم، لقوله تعالى: والجروح قصاص. وأما ما لا ينتهي إلى عظم فلا يجوز القصاص فيه من الجراحات، سواء كانت شجاجاً أو غيرها كالجائفة، وهي التي تصل إلى باطن جوف كبطن وصدر وثغر ونحو، لعدم الأمن من الحيف والزيادة. روى ابن ماجه مرفوعاً: لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة. والمأمومة هي الشجة التي تصل إلى جلدة الدماغ، والجائفة هي التي تصل إلى باطن جوف، والمنقلة هي التي تهشم الرأس وتنقل العظام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القصاص في الجراح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع بشرط المساواة، فإذا شجه فله شجه كذلك، فإذا لم يمكن مثل أن يكسر عظما باطنا أو شجه دون الموضحة فلا يشرع القصاص بل تجب الدية. وأما القصاص في الضرب بيده أو بعصا أو صوت ونحو ذلك فقالت طائفة: لا قصاص فيه بل فيه التعزير. والمأثور عن الخلفاء وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك، وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء، وبذلك جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. قال عمر: إني ما أرسل عمالي ليضربوا أبشاركم، فوالذي نفسي بيده من فعل لأقصنه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، رواه أحمد، ومعناه أن يضرب الوالي رعيته ضربا غير جائز. فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: قالت الشافعية والحنفية والمالكية ومتأخر الأصحاب، يعني من الحنابلة: لا قصاص في اللطمة والضربة. وحكى بعضهم الإجماع وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالواجب للمظلوم أن يفعل بالجاني عليه كما فعل به، فلطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو مثلها، أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بغير جنس اعتدائه وصفته. وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه ومحض القياس ونصوص أحمد، انتهى كلامه رحمه الله. وبذلك تنتهي هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.